كده. شايف ان طارق يحيى البديل ايه؟ شايف ان طارق يحيى البديل الافضل؟ هو بديل الاوفر حاليا يعني ظروفها مناسبه ليه، لان هو في النادي وكابتن طارق هيجيب مين اصله بقى؟ فاضل هيلعب يومين. اتكلمت امبارح مع امير ومع هشام مرتضى وقالوا لي ان كان يعني اولوياتهم من الاسامي اللي فكروا فيها طارق يحيى، وكان اولوياتهم ميدو، وان هم كان في يعني خوف من الريسك على ميدو ان هو في مجال الاعلام يسيب، فهم ياخدوا مخاطره وياخد مخاطره. لا انا خلي بالك، انا بالنسبه لي فكره ان انا ابقى مدرب مؤقت دي فكره مش موجوده عندي. انا مش مدرب مؤقت، انا يعني ورغم طب برضو مش عايز اقول ان انا بقلل من كابتن طارق. كابتن طارق راجل بيأدي دوره، راجل ده نادي الزمالك بيته، راجل بيطلبه في مكان لازم ان هو يلبي الدعوه، لكن الافكار مختلفه والمراحل في ممكن انا عندي 65 70 سنه ممكن اوافق بدور ان انا ابقى راجل مؤقت. كل واحد ليه ظروف معينه بيشتغل بيها. لو كلموك ان انت تمسك الفريق وتكمل بيه السنه الجايه اوافق طبعا. لو ليش طبعا، لان فريق الزمالك تنجح اي مدرب. انا اشتغلت اسيف في نادي الزمالك في اصعب ظروف في نادي الزمالك. اول حاجه كان في فرق وقت من الاوقات كان تغيير جيلين، وقدرت الحمد لله ان اقود الفريق بشكل كويس في وقت كانت محتاجه مدرب محنك، وانا كنت لسه صغير عندي 30 سنه. في المرحله الثانيه احنا لعبنا 7 ماتشات، كسبنا 5 ماتشات منهم يعني، وماتشات كبيره، وكنا اول الدوري وتعرضنا برضه لظروف. فالفرقه تنجح اي حد، لكن لازم الامور تبقى صح. مش معنى كده ان انا بقول ان حد كلمني، مفيش حد كلمني ولا اي حاجه. انا قلقان من الزمالك، على الزمالك عارف يا كابتن حازم في ايه ولا لا؟ سر نجاح كارترون كان في ادارته للماتشات الكبيره، ان هو غير هويه الزمالك في الماتشات الكبيره. انت كسبت الاهلي بيدافعوا كويس، لا وبتلعب كاونتر اتاك جيم. انت كسبت الاهلي كاونتر اتاك، كسبت الترجي كاونتر اتاك، كسبت الاهلي في السوبر كاونتر اتاك جيم، واقف صح بتلعب في 25 30 يارده، ولما بتخسر الكوره لما بتكسب الكوره الترانزيشن والتحول ده. لما يجي النهارده اي مدرب النهارده عايز يزرع فلسفه ثانيه في الماتشات الكبيره الزمالك مش عارف يكسب. طب انا هقول لك، امبارح امير امبارح قال لي ان هو كابتن طارق هيمسك الثلاث ماتشات في الدوري وهيجيبوا مدير فني اجنبي يمسك افريقيا.